ميجر جروم ذا جيم، فيلم روسي أكشن ومغامرات، إنتاج 2024، مدة الفيلم 2:50، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاما، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم تدور حول ضابط شجاع تحول إلى بطل خارق محلي بعد انتصاره في الجزء الأول من الفيلم، أصبح رمزا للمدينة، لكن حياته الهادئة سرعان ما تنقلب رأسا على عقب مع ظهور تهديد جديد يهدد المدينة بأكملها، يجد نفسه أمام لغز محير. العنوان العريض للفيلم مغامرة مثيرة تعاني من ضعف في السيناريو وتكرار الأفكار. السيناريو والحوار: السيناريو يتبع بناء تقليدي يعتمد على الصراع بين البطل والشرير، حيث يتعرض البطل لمجموعة من التحديات. يتم تقديم الشخصيات الرئيسية والوضع المبدئي مع تقديم التهديد الجديد الذي يمثله الشبح. يزداد التوتر والصراع مع تقدم الأحداث، حيث يواجه البطل تحديات جديدة ويكشف عن المزيد من أسرار الشرير. يحدث تحول كبير في الأحداث، حيث يواجه البطل أزمة تهدد كل ما يملك، ويعاني من سلسلة من الهزائم، ويبدو أنه على وشك الفشل. شخصية البطل تقليدية، يتميز بالقوة والشجاعة والنزاهة، ولكنه يعاني من صراع داخلي بين هويته كبطل خارق وحياته الشخصية. الشبح الشرير الغامض الذي يمثل تهديدا كبيرا للمدينة، يتميز بالذكاء والخداع. الشخصيات الثانوية، مجموعة من الشخصيات التي تدعم البطل أو تعارضه وتساهم في تطوير الأحداث. يحتوي السيناريو على العديد من الرموز التي تعكس القضايا الاجتماعية والسياسية المعاصرة، منها التكنولوجيا، فهي تمثل قوة مزدوجة يمكن أن تكون أداة للخير أو الشر وتؤثر بشكل كبير على حياة الناس. يعاني السيناريو من الاعتماد الكبير على النمطية في الشخصيات والأحداث، مما يجعله يفتقر إلى الأصالة. هناك الكثير من الشخصيات والقصص الفرعية المتشابكة، مما يجعل من الصعب متابعة الأحداث. والرسائل الأخلاقية واضحة للغاية، مما يجعلها تبدو سطحية في بعض الأحيان. الإخراج والتصوير والإضاءة، اعتمد المخرج بشكل كبير على الديكوباج الكلاسيكي، حيث تم استخدام لقطات مقربة للوجوه لإظهار المشاعر، ولقطات واسعة لإظهار المكان والأحداث، مع بعض اللقطات الدنماركية في مشاهد الأكشن والحركة، مثل اللقطات السريعة والمتتابعة لخلق إحساس بالحركة والإثارة، مع استخدام التكوين المتوازن بشكل كبير في المشاهد الهادئة، حيث يتم وضع العناصر بشكل متساوي على جانبي الإطار، والتكوين غير المتوازن في مشاهد الأكشن والحركة لخلق إحساس بالفوضى. مشاهد الأكشن مثيرة ومشوقة وتم تنفيذها بشكل جيد، ولكن لم يقدم المخرج أي ابتكارات جديدة. يعتمد بشكل كبير على النمطية ويقدم رؤية تقليدية للأبطال الخارقين. جودة التصوير بشكل عام متميزة، الألوان مشبعة مما أضاف إلى جمال الصورة، وتباين الإضاءة جيد لخلق جو من الغموض والإثارة، مما ساعد في تحديد التفاصيل. المونتاج نقطة الضعف الرئيسية في الفيلم. الفيلم مدته 2:50، يوجد 50 دقيقة كان من الممكن الاستغناء عنها مونتاجيا، لا تضيف شيئا نهائيا وتضعف من الإيقاع العام للفيلم. الموسيقى مناسبة للأجواء العامة بالفيلم. الديكور غني بالتفاصيل، ديكورات واقعية تعكس الواقع المعاصر، مما زاد من المصداقية. الممثلين بشكل عام أظهروا قدرة على تجسيد شخصياتهم بواقعية، خاصة في المشاهد التي تتطلب تعبيرات قوية أو حوارات حادة، كما أن التفاعل بينهم مقنع في بعض المشاهد، مما أضاف عمقا للعلاقات بين الشخصيات، ولكنهم وقعوا في فخ المبالغة في التمثيل، خاصة في المشاهد الدرامية، كما أن بعض الشخصيات بدت نمطية وغير متعمقة، مما أثر على مصداقية الأداء. في الختام، رغم محاولات الفيلم الجادة لتقديم تجربة مشوقة، يفشل في تحقيق طموحاته الكبيرة. فبينما يتميز الفيلم بمشاهد أكشن مبهرة وتصميمات إنتاجية رائعة، إلا أنه يعاني من ضعف في السرد والتطورات الشخصية. يقدم مزيجا من الأفكار المتناثرة والأداء المتفاوت، يحاول جاهدا أن يكون
نسخة طبق الأصل من أفلام الأبطال الخارقين الهوليودية دون أن يضيف أي لمسة ابتكارية أو رؤية جديدة يفتقر إلى الهوية الخاصة، ولكن يبقى الفيلم عملا جيدا ولكنه لم يصل إلى المستوى المأمول. تقييم للفيلم 7/10.